السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم اليوم ان شاء الله طيبين اليوم جابت لكم رز مرة لذيذ مرة سهل طعمه مرة يعني حلو مع قرمشة المكسرات حطينا معاه رمان شلنا الجلد والعظم من الدجاج قطعناه أسهل في التناول خاصة في العزايم السيدات ما يحبون يقطعون بيدهم الدجاج ويتوسخون عملنا لهم هذا الطبق وللأطفال للكبار مرة لذيذ، عملته هالمرة برز المزة الرشيد، رز المزة عندنا دايماً نستخدمه للولائم الكبيرة لما يعملون كميات كبيرة وخرفان يتحمل طبخ وما يخرب شكله وطعمه لذيذ. عمله مرة سهل بصراحة ما ياخذ وقت أبداً. دجاج ولحم مفروم الحين نشوف المقادير مع بعض. وأنا أهتم بصراحة بالزينة، الزينة عندي مرة مهمة. هنا الرز هذا الرز الرشيد المزة هنا عندي مكسرات فستق ولوز وصنوبر مقادير سلق الدجاج بصلة بهارات صحيحة الدجاجة فركناها بالملح والخل نشفناها بصل مقطع بهارات خل ملح طبعا بهارات ناعمة كلها حذكرها في صندوق الوصف إن شاء الله عندي بديل مرقة الدجاج والله جاني دائما سيدات شطورات عندنا يعملون بهارات ويبعثون لي فهذا بديل مرقة الدجاج اللي ما عنده يحط مرقة دجاج مكعبات يعني هنا الرز نغسله ونحطه في المصفاية شايفين كيف الرز شكله مرة حلو لونه أبيض أنا دائما الرز المزة حط له شوية خل وشوية ملح وأغسله وخليه ينقع في نص ساعة ساعة ما يفرق الدجاجة دائما نحطها في موية باردة نسلقها لما يطلع كل الزفر اللي فوق دائما قاعدة في الدجاج نحطها على الظهر أول نص المدة نص المدة نقلبها على الصدر الحين حطينا البهارات الصحيحة والبصل الم... وبديل مرقة الدجاج نقلب بصل مع شوية زيت لما يصفر نحط اللحمة المفرومة نحط البهارات الناعمة قرفة قرنفل هيل ناعم سبع بهارات يعني البهارات اللي تحبونها حطيت الملح قلبناها الحين شايفين في نص المدة نقلب الدجاجة على الصدر الصدر الحين حيمتص كل الطعم الحلو من المرقة نسلق البر الفستق في موية ساخنة أول شيء موية باردة على النار لما يغلي بنغسله بمويه بارده ونقشره اسهل في التقشير شايفين بسرعه يتقشر نحطه على جنب الدجاجه بعد ما سوت تمام خليناها 45 دقيقه 50 دقيقه نشيل الجلد والعظم قطعها قطع كبيره بعدين ننسلها بايدنا قطع صغيره نخليها على جنب الحين نخلط نشيل نصفي الرز من مرقة النقع نخلطها مع اللحم المفرومة نسقيها من مرقة الدجاج ونحط طبعا الملح ما ننسى الملح نحط لها قطعة زبدة أو سمنة بلدي أو زيت اللي تحبون عشان ناشفة الحين ما في زيت الرز يحتاج زيت أو شيء يعطيه له يعطيه يعطي طعم يعطي نعومة في الأكل إذا ما في زيت أو زبدة أو سمنة يصير ناشف الرز ينشب بالحلق على ما يقولون بس يغلي نغطيه نخليه يتفلفل على نار هاده نحمر المكسرات اول شيء السنوبر واللوز نشيلهم نحط الفستق ما نخلي الفستق يتلون نبغى لونه الاخضر الزاهي نغرف الرز نخلط الدجاج مع المكسرات مع رمان ونحطه على الوجه وحوالينه الفستق الاخضر يعطي طعام ويعطي قرمشه الف عافيه يا ربي لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب هنزل لكم الانستغرام حق الرشيد وتابعوهم عشان تعرفون وين ينباع الرز وهذا هو طبق ولائم يعني معتبر ولذيذ وخفيف وتغيير يعني مو كله بس كبسات وبرياني وزربيان و.. واشياء معقده هذا